من المواضيع الشائكة اللي حابب ناقشها اليوم قضية الفيتامين د ودوره في الوقاية من الأمراض وعلاجها. أه حقيقة الموضوع جدا جدلي، أه في مين الأطباء مقسومين لقسمين، قسم أه مؤيد أو مؤمن بالفيتامين د ويدافع عنه بكل محفل وبكل مجلس، وقسم معارض أو غير مؤمن بالفيتامين د. ما ما اظنني حق اقدر بهالعجاله اني افصل بين المجموعتين واني اقول انه فعلا فيتامين د مفيد او غير مفيد معظم الدراسات اللي اجريت او التي تجرى عم تثبت في الترابط الاسوسيشن بين نقص الفيتامين د وبين الامراض المختلفه سواء القلبيه او بالعنايه المركزه حتى السرطانات عم يكون في ترافق بين نقص الفيتامين د وبين المرض بس ما في دراسه اثبتت انه لو عوضنا الفيتامين د لو اعطينا فيتامين د للوقايه او للعلاج من المرض ما اظن في دراسه اثبتت انه هذا الفي هذا الشيء موجود لو حبينا نضيف للموضوع تعقيد او اشكاليه مثل ما بيقولوا دخلنا ما رايكم بعلاج بدور الفيتامين د بالوقايه وعلاج الكوفيد 19 اللي هو العصر كمان من سبعه من شهور لهلا العديد من العلاجات جربت معظمها عم يطلع يوم بعد يوم انه هذه الادويه غير مفيده فماذا فما عن الفيتامين د من حوالي شهر تقريبا في دراسه اسبانيه نشرت عن الموضوع حابب استعرضها معكم لحتى اوصل فكره معينه بالدراسات بعيد عن الفيتامين د بحد ذاته الموضوع ما هو فيتامين د بالذات الموضوع هو متابعه لما بدا انا بالحديث عن نقاط مختلفه من الدراسات السريريه الدراسة منشوره بمجله اسمها جورنال اوف ستيرويد بايوكيمستري اند موليكولار بيولوجي ماني سمعها فيها من قبل بس يبدو مجله مشهوره بتخصصها آه الدراسه حقيقه لما بتقرا عنوان الدراسه هو الافكت اوف كالسيفيديول كالسيفيديول هو 25 هيدروكسي فيتامين د يعني هو فيتامين دال اللي بيتفعل بالكبد ليش عم يعوضوا الكالسيفيديول الكالسيفيديول ما في سبب صحيحه حقيقه ممكن تعطي الفيتامين د ما دام الكبد شغال وهن حتى علقوا بالدراسه انه ما في سبب نعطي هذا الموضوع الا في تفصيل له بس ليش عم ما يعطوه فعلا ما في سبب ممكن تعطي فيتامين دي الكالسي الفيتامين دي دي 2 ودي 3 او الكبد حيحولهم ببساطه المهم هو الدراسه ايفكت اوف كالسي فيديول تريتمنت اند بيست افيلبل ثيرابي فيرسس بيست افيلبل ثيرابي يعني عم يتقارنوا فيتامين دال بذراعين، ذراع بيعطوا العلاج المعياري الموجود حاليا والذراع الثاني ما بيعطوا فيتامين دال بيعطوا بس العلاج المتوافر الفكرة انه باخر الكلام على الانتنسيف كير يونت ادميشن مورتاليتي امونج هوسبيتالايزد بيشن مع الكوفيد 19 بين بين قوسين بايلوت راندومايز كنترول ستدي اي pilot, pilot. ما معنات هذه الكلمه معنات هذه الكلمه انه هي دراسه تجريبيه نحن حكينا بالدراسات السريريه اللي انواع مراحل الدراسات السريريه المراحل البري كلينيكال مرحله واحد ومرحله اثنين وثلاثه الفيز 3 اللي هي معظم الدراسات اللي بتاخذ ترخيص من اف دي اي بده يكون مرقت بالفيز 3 نحن هون هذا نمط ثاني من التصنيفات هي اسمها بايلوت ستدي الفيتامين دي اصلا موجود بالصيدليات الفيتامين دي اصلا اخر الاف دي على كثير استطبابات وما اخر الاف دي اي والناس تستخدمه، فما في اي مبرر اني انا امرق على المراحل الاربعه اللي حكيت عنها بالمرات الماضيه هون الباحث بيلجا لشغله اسمها بايلوت ستدي، بايلوت يعني دراسه تجريبيه. تجريبيه يعني انه بده يجرب اذا درسنا هذا الدواء شو هي العقبات اللي حتواجهنا؟ كم معدل الريكروتمنت؟ كم حنلاقي مرضى نقدر نجيبهم ندخلهم بالدراسه؟ كم عدد المان باور؟ كم الاشخاص اللي لازمين لنا لحتى ندخل بهي الدراسه؟ كم حتكون نسبه الوفيات بالعين اللي حنجمعها؟ كم حتكون نسبه ال الاوت كم مثلا المختلف الاوت كم شو نسبه الادميشن؟ نسبه الشفاء؟ عمليا بس هي مثل ما بيقولوا تجريب انه نحن شو عم نتعامل مع ايش غايه الدراسه ما هي اثبات مثلا بهذا الحالة إثبات فعالية الفيتامين دي أو عدم فعاليته غاية الدراسة هي تصميم دراسة كبيرة RCT تقدر تجاوب عن السؤال أنه هل الفيتامين دي فعال أو غير فعال وبالتالي هن العينة اللي جمعوها 75 مريض فقط 50 مريض حطوهم بذراع الانترفينشن و25 بذراع الكنترول الكونكلوجن تبعهم قالوا أنه ممكن والله الفيتامين دي يفيد بس الأساس الكونكلوجن أنه ترى الدراسة ممكنة هذه فعلا بدل على انه هذه الدراسه قابله للاجراء وممكن نحن نعملها ونحن ننتظر نتائج دراسه كبيره واعلنوا عليها بنفس الدراسه اسمها كالفيديول انه هذه الدراسه حتس حتدرس بشكل أم أم بشكل بروفيشنال مثل ما بيقولوا هل فعلا الفيتامين دي بفيد او غير غير مفيد. 75 مريض اكيد القوه الاحصائيه ما كافيه ابدا نجاوب عن اي شيء مثل ما قلنا، الدراسه مثل ما قلت هذا هو تصميمها بهالشكل هذا انه نحن نجرب ولاحقا على فكره لما حيعملوا الدراسه الثانيه ياخذوا ال 75 مريض هدول ممكن يستفيدوا من نتائجهم، بس حاليا أهم مهما طلع معي نتائج بهدول ال 75 ما بيقدر يعطيني الحقيقه. الدراسه مو مصممه اصلا تعطيني الحقيقه مثل ما بيقولوا، فلما بتروح بتلاقي بايلوت ستدي ببساطة ما تاخذ بنتائجها فقط اطلع عليها مشان مو مشان تطبقها على مرضاك مشان تعرف شو حيصير خلال سنتين او ثلاثه شو هو النتائج او شو هي الدراسه اللي حت حتصدر لاحقا وممكن تجاوب عن هذا السؤال او تكون قادر على الاجابه او غير قادر على الاجابه هذه هي معناة البايلوت ستدي ممكن نفسها هي الفيزابيليتي ستدي هي دراسه الجدوى مثل ما بيقولوا او دراسه قابليه اجراء الـ 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 قابليه الاجراء مثل ما بيقولوا عباره عن نوع من التجريب خليني اقول مره ثانيه يعني تجريب انه نحن لو عملنا هي الدراسه شو حيصير معنا فبيسموها بايلوت بيسموها فيزابيليتي على حد علمي ما في فرق بيناتهم آه لما بتشوفهم ما تاخذ بنتائجهم وتطبقهم على مرضاك انتظر الدراسه اللي بعدها السلام عليكم